عاجل، الإمارات، هكذا سيكون ردنا على استهداف الحوثيين لمطار أبو ظبي الآن. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. دان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد استهداف الحوثيين لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية يوم الاثنين، مؤكدا أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام. تصعيد إجرامي آثم. إلى هذا ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وهذا التصعيد الإجرامي الآثم حسب قولهم، وصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها جماعة الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية، أعمال إرهابية تستهدف المدنيين حسب قولهم. وقالت الوزارة إن تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما. وكانت شرطة إمارة أبو ظبي أكدت في وقت سابق من يوم الاثنين اندلاع حريق ما أدى إلى انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، وأدى الحريق إلى وفاة ثلاثة أشخاص هنديان وباكستاني وإصابة ستة في انفجار صهاريج المحروقات في أبو ظبي وفق وكالة أنباء الإمارات وام.